طلعت الثلاثاء من دهوك تقريبا الساعة 10 بال12 الظهر، اجيت لبغداد ارتاحيت. البارحة توكلت من بغداد البصرة، وصلت بال 11 ونص تقريبا. طبعا بوحدي ما جبت احد وياي، اخاف حادث كل شيء يصير، ترى الطريق خارجي والتعامل يعني ما يحتاج ما شاء الله. راح انتظر مع المباراة وان شاء الله ربحانين الفوز.